اهلا بيكم حبايبي واخواتي متابعين قناة سمكاتو. احنا النهاردة في سنتر الملكة في حدائق الزيتون، من الاماكن اللي هي كانت اول ناس صورت معاهم حلقات في سمكاتو، من الاماكن العزيزة على قلبي. يعني النهاردة بقى كانت الحلقة مختلفة شوية، ان احنا جايين عشان خاطر مستر مانولي هيروشن على الكزبر. النهاردة هنروق عليه بقى، سواء شاور حلاقة والكلام دوت والاظافر، كل حاجة موجودة هنا في المحل، سواء بيتس، سمك، أي حاجة أنت عايزها إن شاء الله موجودة. واستضافة. واستضافة معانا مستر مانولي أهو. كل سنة وحضراتكم طيبين، تشرفونا في أي وقت في سنتر الملكة. طبعا مكانكم، وطبعا تتفرجوا دلوقتي على هيتعمل إيه دلوقتي في البوب الصغير دوة. ومكانكم في أي مكان، إحنا تحت أمركم في سنتر الملكة. اتفرجوا على المكان، وعلى طبعا موجود في المكان استضافة مكتوب، موجود طبعا اسماك، كل مستلزمات الاسماك، كل مستلزمات الحيوانات، قطط، كلاب، عصافير، تحت امركم في اي حاجه. ان شاء الله يا جماعه لما تيجوا كده بالبيتس بتاعتكم او اي حاجه انتوا عايزينها من المحل هتتبسطوا باذن الله. ويلا بينا نبدا. احنا دلوقتي معانا دكتور هاني واستاذ مانولي، دلوقتي في مرحله البيتس كيرنج. هننوق على مستر كاسبر، هننوق عليه كده، هنقص له ضوافره النهارده، احنا وان شاء الله يبقى عريس. معانا دكتور هاني كده يشرح لنا هو يعمل ايه. دايما هنا بنبتدي ناخد بالنا بس من قص الضافر عند المستوى ده عشان ما نجيش ناحية الدم والأعصاب، فبناخد أول طرف كده. احنا بنروق على مستر كاسبر احسن، كان جاي ايه هو عشان مش متروق خالص. الكلاب الصغيرة في كتير مش معودينهم يتمشوا في الشارع، فطبعا الضوافر مش بتتبري، ايوه. ودي بتبقى اخطر حاجة انها ممكن تلف وتخش في المخدات دي يتعور، فاحنا بنقصها اول باول تقريبا مرة في الشهر. عرض الحلاقة وقص الضوافر وتنظيف الأذن والشاور، 150 ده للقطط، حلاقة بس، قص ضوافر وحلاقة 100 جنيه، عندك حلاقة كلب بمهدئ حسب الحالة، يعني لو محتاج، لو كلب معقد أو كلب كبير 250، صغير 100، حسب يعني الإمكانيات نفسها. تمام. عندك قص ضوافر هنا 20 جنيه، قص ضوافر الجريفونات 30، عندك الأسعار عامة مكتوبة كلها. خلاص، هو كده كده احنا جايبين ال يافطة.
كده خلاص في المراحل الأخيرة أهو، قربنا نخلص مستر كاسبر. كده يا جماعة احنا خلصنا الجسم خلاص، هنخش بقى على الايه الراس بتاعت الكلب. هنظبط بقى الشعر كده بتاعت الراس كلها، وزي ما انتم شايفين كده دكتور هاني بيروق على ودنه. ولسه بقى بعد كده مرحلة الشاور بقى. دلوقتي احنا خلصنا كده الجسم وكنا بنساوي في شعر الراس، ففي بقى الجزء الحتة السوداء دي الدكتور بقى هيكلمنا عنها كده، ايه بيبقى ايه سببها وعلاجها ايه. دي بتبقى افرازات من العين عشان القناة الدمعية هي في الزاوية هنا، بيجي عليها وقت يحصل فيها التهاب بتنزل الدموع وافرازات ملونة، مع التعرض للهواء واهمالها بتعمل عدوى بكتيرية. فاحنا اول باول بنجيب محلول اسمه بوريك اسيد من الصيدلية 4%، كل يوم مسحة لكل عين في الزوايا دي، وطبعا كل عين بقطنة لوحدها منفصلة عشان ما نوصلش للمرحلة دي. لو حسينا ان في لون مصفر في الزاوية هنا اللي هو زي الصديد كده، بنجيب قطرة بقى معينة من الصيدلية بدون ذكر اسامي، بنحطها مرة نقطة في كل عين او في العين المصابة بس، وبرضو مع تنظيف بالبوريك اسيد. تمام. فالحل عشان ما نوصلش للمرحلة دي تنظيف اول باول. تنظيف يومي، ايوه. قطنة بمية دافية لكل عين. كده بقى احنا داخلين على مرحلة الشاور، هنكمل بقى ايه ترويق على كزبر. كده البرنس كزبر شغالين فهو بيتليف. مستمتع طبعا، اخر استمتاع، وهو اصلا عاشق للمية والحموم. معانا مستر مان اللي هو اللي شغال فيه. شرفتونا ونورتونا في سنتر الملكة. الله يخليك. مكانك في كل حاجة، وكل حاجة محتاجها هتلاقيها عندنا إن شاء الله. طبعا أي حد هيجي من عند سمكاته مستر مان اللي هيظبط عليه. وفي خصومات حلوة قوي، وفي مكان للاستضافة، وكل حاجة موجودة في المكان، وتحت أمركم في أي وقت في سنتر الملكة. ربنا يخليك لينا يا مستر مانولي. كده مستر مانولي خلص الشاور بتاع كاسبر، دلوقتي بقى نخش على مرحلة التنشيف زي ما انتم شايفين كده. خلي بالكم يا جماعة، النهارده أستاذ مانولي اداني معلومة، قال لي ان يوم ما تيجي تعمل شاور للكلب كده وتحلق له والكلام دوت، تحاول ان انت ما تبقاش مأكله عشان خاطر ايه ما يرجعش منك. كده يا جماعة بقى بننشف اهو بالهوا زي ما انتوا شايفين، شغل فاخر من الاخر. سنتر الملكة ومستر مانولي بيروق على كزبر اهو. خلينا كزبر ايه عريس النهاردة. ده ايه بقى الجهاز دوت يا مستر مانولي؟ ده مبرد زي الاستشوار بالظبط، بس طبعا بيطري، بينشف الشعر بسرعة، طبعا متحمم بمية سخنة، لو طلع في الجو بره هيعيا. فطبعا جهاز بينشف الشعر بسرعه وسريع جدا. انا البحث طبعا الحاجه تطلع من عنده مضمونه، تاخد برد على طول. بتسوي طبعا الشعر ايه نشف ولا اخد وقت. لو حتى لا قدر الله في حشرات ولا حاجه، الهواء من كتر قوته بيطير اي حاجه موجوده في الجلد. تسلم ايدك يا معلم مانولي. ميرسي يا فندم، ميرسي يا فندم. الكلب بقى حاجة تانية يا جماعة، نضيف نظافة ملهاش مثيل، بس هي الحتت البني اللي عند عينيه دي غالبا كده طبعها خلاص، مش هيبقى لها حل، صح ولا ايه؟ مع البيوريك اكسيد هتروح يا مسهل يا رب. احنا هنديها تنظيف يومي فان شاء الله هتروح معانا. انت لو اهتميت بيها يوم كل يوم مرتين في اليوم هتبقى زي الفل. تسلم يا دكتور. كده يا جماعة الكلب وهو في السشوار حاجة تانية يا جماعة، الكلب اختلف تماما وبنسرح له اهو بقى ايه عسل. طبعا نظافة الودان بقت حاجة تانية خالص، تنظيف الودان برضو أهم حاجة. هو بسم الله ما شاء الله برضو ودانه نظيفة، ما احنا برضو عدنا على الودان حاجة تانية خالص، مكان الودن من جوه هي. طبعا واحنا بنحمم نحط قطن عشان مفيش ما يخش جوه ودنه، علشان ما يتخلوش هايبر أو ودنه توجعه.
كده احنا دلوقتي سرحنا الشعر اهو، وهنبتدي بقى ايه مستر مانولي هيظبط هيسوي الشعر، هيظبط القصه بتاعت مستر كاسبر باشا. كاسبر باشا النهارده مدلع اخر دلع، اوعى الشغل، اوعى الشغل العالي بقى شبه الليفه والشمسيه. طبعا طبعا كده اصلا كمان الصيف داخل والجو حر، هيبقى في فرق شاسع خالص، ولا لم حشرات ولا اي حاجه، وحتى كمان هيبقى هو كمان مرتاح وفرحان كمان، مش هيحس خالص بالحر. طبعا اختلف الشعر، كان كثيف جدا، وغير كده بقى ان هو بيلم الوساخه وبيلم طبعا حاجه صعبه قوي، يبدي بطه السكر طلع اهو علينا بوش. بقى امور خالص، ايوه وحاجه جميله خالص، وعينيه بانت، وعينيه بانت. الحتت السوداء كمان راحت، يعني ان شاء الله اللي هيجيب البيت بتاعه هنا في عند سنتر الملكه هيتروق احسن ترويه يا جماعه، وفي خصم عشان خاطر السمكات، وما تقلقوش من الحته دي. مكانكم طبعا، في اي حد يجي يشرفنا مكانكم طبعا. كده معانا بقى حبايب الكلاب الزغننه، هنا عندنا الاطفال بقى يا جماعه، الاطفال والكلاب، ايه رايكم يا جماعه في الكلب بعد ما حلق؟ حلقة كويس مهار كويس، كويس انت، كيوت قوي وعاجبني قوي. بجد ايه رايك بقى؟ حلو صح، قوي. شفت بعد ما شلنا العماص بقى عامل ازاي؟ انت نورت يا فيرو. شكرا. معانا جوفاني كمان اهو، ايه رايك في الكلب بعد ما اتحلق ونضف حلو وكويس. كده يا جماعه بقى؟ الكلب بعد ما قصينا له شعره ورشينا له برفيوم كده عشان الريحه تبقى روشه، كمان حب البرفيوم كمان مستر مانولي، دلع دلع في سنتر الملك اهو بعد ما خلص خالص بقى امور خالص، طبعا كان شعره مكلكع خالص. كده. خلصنا الشاور وروشنا عمو كاسبر، دلوقتي بقى مستر مانولي هيكلمنا بقى على الحاجات اللي انا المفروض اجيبها تاني للكلب، عشان هو انا لما جبت الكلب ما كانش معايا حاجه خالص، فاحنا هنعرف دلوقتي منه بقى ايه الحاجات كمان اللي انا عاوزها للكلب. طبعا في اكسسوارات، اطواق، في سديري، في سلسله، طبعا تبقى محكم بالكلب لو انت ماشي بيه في اي حته. طبعا في اطواق، في سديري للكلاب الصغيره، في كمامات لو كلب عشان ما ياكلش حاجه من الشارع، او ممكن يكون بيعض او عشان ما يعضش حد. في سديري للكلاب الكبيره والكلاب الصغيره وليها اطواق. طبعا في بريد عظم كلثومات كلها موجودة، كل الأطعمة، فراخ، لحمة، طبعا أسعارها حلوة جدا من أول 25، تمام، طعم الفراخ، وفي 25 برضو طعم اللحمة، كل ده كالسيوم. في مرينجو مكمل غذائي حلو قوي، طبعا أحشاب طبيعية، طبعا كل ده عظم أسعارها فوق الخيال. كيس زي دوا تبع شركة بيتا ميكس، ده الكيس ده كله عامل 75 جنيه، طبعا من حسب الأسعار. في طبعا حاجات هندي، ده هندي، الكيس عامل 150 جنيه، الكمية أكتر، نص كيلو، فيها طبعا كل أطعمة، فراخ، لحمة، طبعا في حاجات لتنظيف السنان، طبعا تبع بروبلان. طب بالنسبه دلوقتي اللي هي اللي هو العظم دوت، يبقى ايه مميزاته بالنسبه للكلب؟ يعني هو ولا الدراي؟ لا دي غير الاكل خالص، ده عباره عن كالسيوم، ليه حاجه بيقعد ينضغ فيها طبعا عشان العظم مش مفيد ليه جدا خالص، بيبوظ المصارين وبهدل المعده، فدي حاجات مجففه وبيحب يقعد ينضغ فيها، ومنها كالسيوم ليه. طبعا في حاجات للسنان، حاجات للمعده، مكافآت، طبعا عندي كيس المكافآت الفيتا ده، تمام، 75 جنيه، تدي دي الواحدة كل ما يعمل حاجة صح. طبعا عندي فيتا دي مكافآت، لو كلب عمل حاجة كويسة بيتكافئوا بيها، بيتجنن عشان ياخدها منك. طبعا كل الاكسسوارات من سدير لاطواق لسلاسل، طب احنا وكل عايزين حاجة نشوف بقى موجودة في السلسلة المكان. كده واحنا بنلبسها للكسبر، عشان انا ما اعرفش يتلبس ازاي، اشوف لك سوق صغير حاجه انتيكه كده وهتبقى لايقه عليه طبعا. لا نتعب بقى مستر لا لا مانويل، معلش مكانك يا فندم، مكانك. دي اول تجربه ليا مع الكلب يا جماعه، بس عايز اقول لكم انا مستمتع جدا على الرغم ان هم شاقين شويه،
يعني مش لاقيين اكتر من السمك، بس هو تجربة ممتعة. طبعا طوق زي ده كده للكلاب الجريفونات، تمام. ابزيم حديد، مكان يتمسك فيه السلسله، حاجه محترمه قوي ب 35 جنيه في سنتر الملكه. تمام، هنلبسه دلوقتي دي اللي بتتلبس على الرقبة في صح؟ الرقبه، وبعد كده بتركب لها سلسله. بص يا فندم، كده مدلعين كزبر على الاخر. مستر مانولي ربنا يبارك له، كنت منهمك في العمل معاه كزبر. طبعا الصراحه حاجة تعب شيكة جدا خالص. في موضوع الشاور والحلاقه، بيبذل مجهود فيه، ان الكلب بيقعد يرفص ويعمل وبتاع. لما يبقى كلب حجمه اكبر من كزبر كمان بيبقى الموضوع صعب. طبعا في تمام، تعال اتفضل معايا كده كروس سنتر. و ورينا بقى ايه كمان الاقفاص اللي هي بتاعت الكلاب وبتاع، ان انا عندي قفص في البيت بس ما ينفعش صغير عليه. البوكسات دي طبعا للقطط، اي احسن لها للقطط، لكن ما فيش كلب ينفع يتحط في بوكس. طبعا عندي بكاس بمسامير ممكن تحط جواها بالنسبه للجريفونات، طبعا كلها مسامير. ده اصلا ده مخصص للقطط اكتر من القطط الكلاب. وينفع لكلب صغير زي دوت، طبعا بمسامير، بباب حديد، حاجه محترمه قوي. ده عامل كام ده؟ ده عندي عامل 200 جنيه، اللي هو بمسامير طبعا، امتن من ابو كليكسات، وبابه حديد، وحاجه محترمه قوي. يعني حتى لو راح في مكان ولا حاجه عاوز تحطه في العربيه تبقى براحتك، حاجه محترمه. وطبعا في كل الالوان موجوده، من احمر لاخضر. هتلاقي كل حاجه يا جماعه متوفره في سنتر الملكه. كل عايز عظم، عايز اكسسوارز، عايز اقفاص ولا حاجه، قطط، كلاب، كل حاجه موجوده. وزي ما انتم سامعين في دوشه ورا بتاعت العصافير، في عصافير استرالي، في قطط، في جريفون، في كل حاجه. وعندي طبعا كنزات ومكافآت، كل دي موجودة. أسعارها طبعا كنزاية عاملة 60 جنيه. اللي هو ده بيف، يعتبر ايه؟ ده بيف ده مسمي؟ بيف زي البيف، كل الأطعمة، لحمة، فراخ، بط، رومي، كل الأطعمة موجودة. العلبة دي تاخد وقت قد ايه مع الكلب؟ في ناس بتأكلها معاها رز، معاها عيش، معاها أي حاجة، اللي هي برضو تشبع الحيوان نفسه. طبعا في أطباق يحب ياكلوا فيها، عندي طبعا اطباق سهله قوي عشان الكلب ياخد وقت علشان ياكل. تمام، تمام. عندي مكافئات مصري، المكافئات ب 35 جنيه، صراحه حلوه قوي جدا. طبعا وعندي اكسسوارات القطط، وعندي حاجات للحمام. ده ايه ده؟ ده الكلب يعمل عليه حمام، يشم ريحته ويعمل عليه طبعا حمام. اللي هو تاخده له في المكان بتاعه الحمام تمام يمشي عليه. تمام تمام. طبعا اسعاره حلوه قوي. لو حد عاوز مثلا واحد ولا حاجه ب 15 جنيه، الباكت فيه 20 واحده. ماشي. عندنا طبعا ايه تاني؟ لعب عندنا بقى، ورينا اللعب بقى والحاجات عندنا اللي هنقعد فيها، عشان هو هيخش يخرب الدنيا. في كور طبعا صلبه حلوه قوي، ما بتاخدش وقت في الاكل، في الندغ يعني، بيلعب بيها طبعا مستورده. بس هو لسه كسبر لغايه دلوقتي يعني، ما بيجريش ولا ما بيعملش حاجه. هو لسه مش واخد معاك، مش واخد على المكان. طبعا في فرش عشان ما يشوفش الكلكعه اللي انت شفتها عندك كده. في ده طبعا الصفات للضوافر، في ببلونه لو نونه وما بترضعش ولا حاجه، في ده طبعا الجوانتي ده للشاور. طبعا وعندي طبعا فرش بيلم الشعر من على الفرش او من على الجسم او من على الهدوم. تمام، على الانتريهات. في الفرش دي مختلفة عن الفرشة اللي احنا كنا شغالين بيها جوه. خالص خالص. وطبعا لبس طبعا، وشنط باين فيها الحيوان نفسه. يعني كل حاجة يا جماعة بخصوص البيتس متوفرة في سنتر الملك. ودي بدل تدريب، ده عشان خاطر ده تشرس الجاكيت، الكلب وبتاع. ده الجاكيت، وده البنطلون بتاعه. تمام عظيم. تمام طبعا عندي هنا برضو في تكملة الفاصة اهي. تمام، ده حجم اكبر وتالي ولا هو نفس المقاسات اللي بره. طيب. وعندي طبعا كلسومات برضو حلوة قوي جدا جدا، بكل الأطعمة، فراخ، لحمة. تمام، طبعا عندي درايات، عندي بيربو،
وعندي مانيلو، وعندي طبعا شكاير ميرا، وعندي دودزي، وعندي الفا. كل الحاجات دي موفره جدا، إيه بقى كل حاجه الرطبه موجوده. كويسه سدان لكل دلوقتي، عندي سدان دلوقتي الدرات المصري بقت حاجه محترمه قوي. زي ايه بقى؟ عشان انا جبت الفا النهارده ما رضيش ياكل منه ولا سدان واحد. الفا شكل محترمه قوي، وعنده دودزي حلوه قوي 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 مصري. قوي فين مصري. دودزي؟ وريني شكارتها فين. شكارة دودزي هي دي اللي في وشنا الحمراء اللي عليها هاتفي؟ لا 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 لا، قدام شويه. تمام. ايه اللي هي السؤال دي؟ تمام. الاسعار طبعا احسن من الاسعار المستورده طبعا بسبب الدولار وكده، اكيد الدنيا اكيد. مولعه. تمام. اهم حاجه الكلب يرتاح للحاجه، يعني مش صدقني هيفرق معانا مصري. دودزي محترم قوي وشركه محترمه جدا جدا جدا. تمام. وعنده اورجون بكام برضو. الكيلوجرام؟ بكام الكيلو بتاعه؟ الكيلو بتاعه عامل 90 جنيه فوق المحترم، وزيرو املاح 100%. تمام تمام. وعندي برضو عندي دراسات كتيرة قوي، بوبلان بجميع الأطعمة. طبعا شرفتنا في سنتر الملكة. كده يا جماعة احنا خلصنا الشاور ووريناكم كل مستلزمات البيتس. احنا نسينا الشامبوهات، في كل حاجة متوفرة كمان. تقدروا اي حاجه انتوا عايزينها تقدروا تكلموا مستر مانولي او مستر حسين، تقدروا تكلموهم. والاحسن ان انتوا تكلموهم على الخط الارضي علشان خاطر الشبكه وحشه شويه في المحل وفي الزيتون عامه يعني. فاتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بالحلقه. دلوقتي بقى معانا انيسه فيرو هتدينا كلمتين كده. الكلب حلو وعجبني قوي، واساسا المحل السنتر كله حلو، واي حد محتاج اي حاجه للبيتس بتاعته يجي في سنتر الملكه في حدائق الزيتون. انتوا يا جماعه نورتوا، وقناه سمكاته، وفين كزبر؟ لا ده منظر كزبر يا جماعه، صديقي الجديد بعد ما اتروق ولبسناه الطوق كده في رقبته، حاجه يعني جميله. وربنا يخلينا مستر مانلي. ميرسي ميرسي، وشرفتونا ونورتونا. فطبعا ودايما منور كده قناه سمكاته، وان شاء الله نبقى نعمل حلقه كده مع الحضانه، نعمل كده بيت سي دي، ونيجي نصور كمان بقى مع العصافير والباروتس والكلام دوت مع الاطفال الصغيرين. باي باي.